اهلين وسهلين بالجميع. اليوم راح نعمل ستوري كويست، وستوري كويست اسمها ليجند اوف دارك نايت هيرو. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه، تفعيل جرس التنبيه، حطوا لايك وانشروا المقطع، استمتعوا بالمقطع. راح بلش هاي السنجة اسمها Legend of the Dark Knight Hero. بسم الله راح نبلش التشالنج. شو بدو هاد؟ بيحكوا على الشخصية اللي لازم أقتلها. اوكي قاعدين بنحاول نلاقي شخص اسمه دارك نايت هيرو ليف. راح نحاول نلاقيه، راح نروح نسأل شخص ثاني على دارك نايت هيرو لو بيعرفه. ما بعرف هي شخصية بطلة ولا شريرة. مين بلازا؟ One hour later. ما بعرف. You wanna find out about the Dark Knight hero? طب هي ما اسمها بلازا. والله حرام. لا تمزح. قالت هي Dark Knight hero. وقالت بتمزح. اوكي. Jokes aside. I do think that the Dark Knight. أنت والجوكس تبعك. بيجي في الليل. أنا من قبل. Oh my God. قلت لك غني لأنه كل الهيروز يعني قصصهم بيكونوا أغنياء. Same difference. Oh my God. طب تبعثوني لكل الأماء. لا إله إلا الله. يعني هذا شافه. أوه ماي جاد راح يقول قصة هلا. قال لك راح يبلش من الأول. أوه ماي جاد. كان ماشي وشاف شيء أو سمع شيء وركض مشان يشوف شو. هاي قصة بيقول شو صار لما لقاه وشافه. يعني مو شيء مفيد. يعني ما راح يفيدني بولا شيء. اوه ماي جاد راح نحكي مع كل الناس. لا اله الا الله. لا اله الا الله. What's wrong with? Why can't I get? يعني هو ناري. اوكي راح نشوف بالليل. اول شيء راح نعمله قالوا لك من الساعه 18 للساعه 6 راح نعمل هاي الساعه. راح نعمل الساعة. It's getting dark. Let's stick around Mondstadt. Maybe if we're lucky, we'll meet the Dark Knight hero. الساعة 18. صارت الساعة 18. شو لازم أعمل هلا؟ That is what life in Mondstadt is all about, isn't it? أنت لساتك بتحكي. شطص. هاد هاي الشخصية شفتها من قبل. طبعا ده هو ال The Dark Knight hero is Master Diluc. هاد Huh?
هذا اللي كنا بنعمل After معه managing to تشالنج. steer clear of Now then, oh my Mr. god. Dark Knight Hero. Oh my god, ليش؟ Please stop calling me that. Seriously, it makes me trouble. Captain Pyro. ليش هو عنده اسم بس ليش؟ Oh my god, هي القزمة. It was the Abyss Order. اوكي هذا اللي قتله من قبل. Them again? I don't know what the devil they're playing. اوكي قال لك ما لازم نقول البلدن تبعه انه هو داخل في هذا الموضوع. يعني هلا احنا راح نروح ناخذ الميشن تبعه. What's that sound? Yikes! Have the Abyss Order sent back up already? الأشرار اللي اسمه Abyssy Order. قال لك لا نقولها لحدا، أوكي. Hey! You're just gonna leave us like this? راح تتركنا لحالنا. طبعاً شو عندك ما في حدا راح يساعدني، أنا البطل هون. You can't run! نار حلو لا انزل 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 يا قرد انزل لا بس فكرت الشرير اللي بيطير يا كذابة حتى استغفر الله العلي The shadows. لا رمتها عليه. قالت انه اوه ماي جاد قالت انه شافت الدارك نايت هيرو فجأة قالت له قالها وينه وينه فرمتها على هاد فقال لها شكرا. اوه ماي جاد يعني كل الناس هلا راح تفكر انه هذا هو الدارك نايت هيرو. بيسأل لو احنا الشخصية اللي اجت في الاول وساعدت المدينة. الدارك نايت هيرو كان بيجي لهون قبل ما يجي هو لهي المدينة بكثير. مسكك يا كذابة. اوكي شكرا راح ابقى عايش ان شاء الله شو ما عرفت تلاقي ولا كذبة هاي اسكتي 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 يا كذابة حتى الكذب كنا بنحكي معه هافمن او ماي جاد ذا دارك نايت هيرو او ماي جاد انت ما فاهمه شيء بدك تشوفي في كل شيء وما فاهمه ولا شيء قصص والله هي الحلقه راح تكون كلها قصص الاشرار بدهم اياه يمشي من هاي المدينه يعني الاشرار بدهم الدارك نايت هيرو يروح من هاي المدينه يمكن مشان يهاجموها لك لو عرفنا اي شيء نروح نلاقيه ونقول له طبعا بس احنا عارفين مين الدارك نايت هيرو بس لازم نروح لهون اسهل طريقة هون ولا هون خلينا نروح هون بسرعة يلا بسم الله لا انا راح نحكي معه بس هو فكرت راح نحكي معاهم احنا جايين نقول له ينتبه هو قال بده يعرف بس على الاشرار شو بدهم وقال له سألته شو الخطة you really قلت له ندخل مع بعض قال لك لا
Oh my god, we do information. يعني قصص قصص قصص. إن شاء الله رح نلاقي لك. It must be a cipher only understood by When you don't understand something, just you ask. Oh my god, لو ما فهمت شيء اسأل. عايز ايه يلا. I've tracked down one of their strongholds. If you're interested, feel free to come along. إن شاء الله. والله هاي تشالنج لازم نطلع لفوق ولا شو ولا نطلع برا نطلع بس من الباب وانا قاعد ألف متر يا ليلي حلو بنروح لهون تليبورت أخذني. This is the place. هذا المكان. Abandoned ruins. أوكي قال لك هون بيتخبوا. وما في وقت يلا أدخل. يعني ما في وقت نخسره. طب أنا عملت كل التشالنجات بس ما فهمت. هاي هي. أوكي بسم الله. رح ناخذ هاي. أربع شخصيات ما بدي أغيرهم بس أي طريقة لازم أروح لازم أنزل هون ولا شو لازم أنزل لهون شفت هاي الشخصية كيف سريعة بتعجبني أكثر أنا بتعجبني أكثر الشخصيات السريعة مو البطيئة بس يلا عادي خلينا نستخدمه لا بسرعة اللي ضدك ما عنده وقت يفكر في ال من هاي الجهة ابلع لا والله هاي تشالنج طويلة كثير شو رأيكم طويلة ولا لا يعني تقريبا عشرين دقيقة حكي بس هاي تقتلهم بسرعة انت كمان موتوا حلو بيعطوني اكل ما بيعطو هاد عايز يا ابن الذين خلص عليه طب وين كيف وجدتني هنا؟ أنت من ها؟ I'm not. أوكي. قالك هو مو Knight of Favonius والآن قال له قل لي شو الخطة تبعك؟ قالك ما راح أقول لك. You appear to have misunderstood يعني the situation you're in. قالك لما تعمل نفسك ميت ما رح يفيدك. قالك رح تنام لما أنا أقول لك تنام. شو؟ أبلا. قال رح يحكي. وقال له من فضلك اسكت. لا له من فضلك لا تحرقني. بكرة الساعة 10 بس شو بدهم بكرة الساعة 10 ما والله ما عندنا شيء كثير قال لك بكرة الساعة 10 شو هذا المكان هذا المكان اللي اجى منه قال لك لازم نطلع قال لك بكرة الساعة 10 راح يجوا بس ما بيعرف شو راح يعمل اوكي هلا عنده الاشياء اللي بده يعرفها قال لك لو قعدنا نقول له الاشياء اللي بنعرفها راح يكون
مشكور. انت كمان والله زيي. خلصنا التشالنج اخيرا خلصناها. روح تلبورت بسرعة. والله اخذت مني وقت طويل هاي التشالنج. جينا لهاد مرة ثانية. يا رب يكون اخر شيء. خلينا نشوف شو بيقول. If we do not make contact with the Dark Knight hero soon. شو راح يصير؟ هذا بيقول بدهم يلاقوا يعني شخصية الدارك نايت هيرو مشان يفرجوا للعالم انه بدونه ما بنقدر ما بيقدروا يعملوا شيء. ومن هالحكي وقعدوا يحكوا كتير على اشياء ولازم نلاقيه لانه الاشرار ما فيهم خير وما بعرف شو. هذا اجى قال له ما لازم تعرف شيء بس اتبع الخطة اللي عملتها. بدو اياه يشوف شخصية شو بيعمل بالليل. او ماي جاد. هلا قال هل شو اسمه قال له يعني الشخصية اللي عندها شعر احمر هو الدارك نايت هيرو. قال له انا رميتها بس مين بيعرف. خلصت لا رح روح لهناك مرة ثانية. Paimon doesn't understand. How is Kaya so sure he knows who the Dark Knight hero is? We need to get to the winery and tell Master Diluc as soon as Paimonly possible. Oh my god, هلا رح نروح نقول لأبو شعر أحمر إنه هذا أبو شعر وهذا الثلجي إنه بيعرف. والله أنا بخلط من بين الأسماء. بعرف انه هذا اسمه ديلوك هذا ابو شعر احمر بس هذا الثاني اسمه كايا انه بيعرف انه هو الدارك نايت هيرو. راح قصة مرة ثانية. خلينا ندخل. يلا 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 ندخل له ونقول له انه بيعرف مين هو. راح نشوف راح اكيد يتكبر يقول ماليش دعوة ما بعرف شو. خلينا نشوف. اوكي عنده شيء لازم تقوله. أو هو عرف إنه كايا بيعرف سره. قلت إنه في شيء بنا يعني زي ال يعني شيء مو كويس يعني هني بيشتغلوا مع بعض بس مو كثير بيحبوا بعض. أوكي بده بلان جديد. فكر لبكرة لو بدك. بدها تعرف شو المالباي ولا فهو قال لازم تعمل لي شيء صغير. قلت له ليش بتحب ال يعني لازم تعطي يعني تعطي معلومات وهي لازم تعطي شيء مقابل. لازم نروح نجيب له شيء اكيد. قال لك لازم نروح نجيب له شيء يمكن وردة او هيك شيء. طب اطلع جيبها لحالك. فكرت on the ground over there. بس هيك لا والله هيك حرام يعني اروح اجيب لك شيء وبعد لا اله الا الله. والله القصة اكثر من الحركة في اللعبة. يلا راح اقتلهم لك وبعدين ارجع لك.
لازم اقتل قتلنا اول واحد. طب بس هيك يلا قلنا الخطة التالي. أن القصة بدو أن ال... ما شفت البلان، ما عملوا شي في البلان، فهي بتسأل لو راح راحني يعني البلان راح تنجح ولا لا. قلت أنت الشخص الوحيد في البلان. قال لك أنا دايما كنت لحالي وهلا بدي أعملها لحالي. يلا الحمد لله. Let's wait until evening to meet Master Diluc at the tavern. Oh my god, the challenge طويلة. مو لشي بس قصة اللعبة أكثر من الحركة بكثير. أنا بشوف إنه شو اسمه لازم ينزلوا القصة. القصة يعني 40 دقيقة لعب، 5 دقايق تعمل شيء والباقي كله قصة. والله حرام طولينها بزيادة. شوف قصة مرة ثانية. شو بد؟ لا أنا ما بشربش، استغفر الله. أعطيني كاس ماي من فضلك. لا سأله هو وأنا ما رح يسألني. إيه بدها عصير تفاح. ويب أوكي يا سيدي، بدها تشرب عصير وما عندهاش فلوس، فقالت نسيت. فسألتني أنا قلت لها عندي كارت. قال ما بياخذوا كارت يعني أسود زي في إيروبا العربة بيدفعوا أسود. فهذه يا سيدي قال خليها علي هاي المرة. تسلم تسلم براذر. لا اوه ماي جاد. طب خليه يدفع هيك اطلع. اوكي remember the plan, go to the city side gate and place the elemental bait. اوكي الخط هو انت بتعمل ايه هنا. ليش راح؟ كان بدي اقتل الاشرار. استغفر الله العظيم. تفكر بس في العصير. رجعنا العصير تبع جاهز. شو مفكر حالك كيف؟ One moment. لساته ما والله حرام. قلت لك خليني اقتلهم. اوكي قال لك في سلايمز كثير هاي المرة، مو زي دايما بيشوفه. هلا قال في كثير كثير كثير. قال لك انه داخلين يهاجموا المدينة وانت جال بدك تجلس هون وتشرب وين يعني الخمر. تفضل احكي. بده يحكي معي خاص. اوكي يعني بده يخليني انا اشوف يعني ابو الشعر احمر ديلوك ممنوع يروح لاي مكان. I must head to the side gate, but I'll be back shortly. لهيك ما راح يقتل الاشرار. قال بده يجلس هون ويشرب شو اسمه. فهو قال ابو شعر احمر ديلوك قال له ليش ما رحت، ليش ما تروح، مفكر حالك انه المدينة تحميك، انت اللي لازم تحميها. فهلا راح لانه هو لازم لك شلناه من الطريق. كل شيء زي التمام في الخطة. اوكي لازم يروح ويرجع في الوقت المناسب. ها يعني لو راح انا كان لازم ما اخليه يروح. اطلع لازم اتبعه يمكن، بس ليش اتبعه؟
موقس يا there you are. انتم هنا. لا هو اللي راح يقتلهم فكرت انا. Dealing with you will be the easy part. اوكي قال لك الحرب ضدكم راح يكون اسهل شيء. الله 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 على الموفمنت والله الحركات أسطورية. ايه ده؟ الله او ماي جاد. خلصت على الأشرار. طيب ليس هنالك وقت للكلام. يلا امشي. يا الله تشالنج. ادخل. It seems Huffman hasn't yet returned. We made it in time. يعني لم يرجع رجعنا في الوقت. حلو. ايه انت قتلت سلايمز قليلة بس احنا قتلنا البوس يا حبيبي. لما كنا ادري انه لم يكونوا كثر. That is a surprise. This is a surprise. Okay. Perhaps the knight's true calling is slice. اوه قال لك كيف عرقان يعني لما يعني ما خرجناش من هون. راح اقول له لا ولا اه. بيسأل الناس لو طلعت ولا لا او طلعنا احنا الثلاثة ولا لا. يسأل اه طبعا بيسأل بس اوه قال لا ما طلعش من المكان دايما كان ورا ال يعني وين بيتتع البار. اوه شيت اكيد شاف شو اسمه. كنت جلست مكان مشان اشوف الشو كله. لو راح تقول يعني راح تكتب علي وتقول شو اسمه القاعدة اللي بيشتغلوا فيها انه هو الدارك نايت هيلو. قال له انت تعرف انا ما بقول الاسرار بس بدي اشوف الشخصية الدارك نايت هيلو يعني هو لوين راح يوصل. ديسابوينت يعني ما فشلت. يمكن يعني ما عندي شيء يعني ما عندي شيء لازم افرجيك اياه او مو افرجيك اياه نسيت الكلمة شو اسمها. اوكي قال له اسف راح نسكر شوف نفسك برا. قال له ما راح اشرب شيء اليوم شيء واحد قبل ما امشي. قال له لازم يكون اخر شيء يعني من الافضل ان يكون اخر شيء. ما فهمت شو قال قبل بس هون قال له يا رب يكون عندكم ليلة موفقة او جود نايت او هيك شيء. اكيد هو بيعمل له هيك لانه شو اسمه لانه هني بيشوف فيه كانه شخص مو بيحقد عليه بس مو اصدقاء. لا شكرا على واجب. قال لك انا دايما بشتغل لحالي بس يعني انجوي يعني مو استفدت عجبتني كانه عجبتني المساعده اللي اخذتها منكم هاي المره. اوكي في المستقبل لو كان عندنا شيء مساعده بنيجي نساله انه يساعدنا طبعا. واخيرا تشالنج 7 سنوات و300 اكس بي في الاخير. ايه علينا